مشاهدي انفاس تيفي، رجعنا لكم في لقاء جديد. وضيفتنا اليوم هي السيده وجدان مصردق، صاحبه مركز للتجميل اللي سميتو هي بيرفكت سكين. اليوم غنتحدثوا على اخر تقنيات ديال العنايه بالبشره ومواضيع اخرى اللي كتخص الجمال. اهلا السيده وجدان. السلام عليكم. وجدان، الا كان ممكن بغيناك تعرفينا اكثر بالتقنيه ديال الميكروبلايدين، انا دابا دايره واحد الضجه في العالم ديال التجميل. السلام عليكم. الميكروبلايدينغ هو واحد لا ميثود اللي كيديروها الناس اللي كيكون يا اما ما عجبهمش لا فورم ديال حجبانهم، اولا كتكون عندها ديجا حجبانها اللي هما خاوين اولا فيهم لي ديفو. عندنا ما عندناش غير الميكروبلايدين، كاين الميكروبلايدين، كاين الميكرو شايدين، وعندنا الميكرو اللي كاين باردون لومبري. هادو كنديروهم على حساب كل وحده وعلى حساب حجبانها كيفاش دايرين. الميكروبلايدين هو كنرسموهم شعره شعره بالنسبه للحجبان، وعندنا عاوتاني لي كولور على حساب لابو ديالها وعلى حساب حتى الشعر كيفاش داير. كاين اللي عندها زغبه رقيقه، كاين اللي عندها غليظه، كل وحده وصاديبون على شنو عندها. بالنسبه لهاد التقنيه هادي واش ما عندها شي اضرار جانبيه؟ على حساب الاضرار اللي عندها جانبيه، هو ملي كيكون البرودوي اولا البيكمون اللي كنسميوه كيكون ما مزيانش، لا كاليتي ديالو كتكون ما زويناش، ديك الساعه كيكون يا اما كيبقى ليها خضر، كاين اللي كيبقى ليها اورانج على حساب. وبالنسبه للناس اللي فيهم سكر ما كنديروهش اليوم. وشنو تنصحي الناس يعني تجنب من بعد ما دير الحصه ديال الميكروبلايدين؟ كنصح انها ما تمشيش للحمام بوندون واحد 7 جوغ، ومتبقى دير الغوبير لو جيل غوبير باش كيفيكسي لينا هذاك لو بيغمون اللي حنا درنا. وكنقول لها بلي تيفيتي ما امكن انها دير لي فازلين، حيت الفازلين كطير لينا هذاك لو بيغمون. يعني دو بريفيرونس انها تبقى دير غير لو غوبير وما تمشيش للحمام ولا ما تغسلش حتى وجهها، حيت الماء كيطير البيغمون، خاصها تبرى لينا هذيك الضربه اللي ضربنا ديال الميكروبلايدين. وكي تعرف بالميكروبلايدينغ بالعربية أنه هو واش شبه دائم أو دائم، فشحال المدة اللي كيبقى يعني من بعد على حساب لو بيك، على حساب لابو ديالها. اللي عندها لابو غراس يقدر يبقى لها غير 8 موا، اللي عندها لابو ديالها ساش يقدر يبقى لها حتى العام عام وشهرين على حساب. يعني داكشي على حساب لابو. اكزاكتومون على حساب لابو ديالها كيفاش دايره. وبالنسبه للميكروبلايدينغ ولا عليه اقبال بزاف ياك، فتقدري عافاك تقربينا من الاثمنه ديالو؟ يعني كنلقى انا دي سونتر اللي كيديروا لي غير 300 درهم، يعني هذه هي اللي كنصحك نقولها بلا ما تمشي، حيت ما يمكنش بيغمون اللي هو غالي غتخدمو لك انت ب 300 درهم. يعني هو دابا جينيرالمون كيمشي ما بين 1000 درهم دو سيونس حتى 1200 1500 درهم لو ماكسيموم. يعني الاسعار قد ما كانت هابطه يعني هذا كيدل على بان الجوده شويه هابطه هي. اكزاكتومون. شحال من وحده كتمشي شي سونتر كديرو ب 300 درهم وكترجع مثلا كيرجع لها خضر ولا احمر، يعني ركزي عندك باش ديرها الميكروبلايدين كديك صافي. هي فاش كيتسمى ان تاتو ما كيبقاش يتحيد، يعني كيلق ليها غير الميكرو غير الشايدين، الميكروبلايدين ما كيبقاش يلق ليها، حيت ديجا خاصنا نصبغو باش كنطرقو هذوك العيوب. في الاخير بغينا واحد النقطه اللي ما شرناش ليها اللي هي الواقي الشمسي. الناس كتقول ضروري ان الوحده تستعمل الواقي الشمسي من مورا بان لي سيونس ديال الميكروبلايدينغ، واش شنو مدى صحه هذه المعلومه؟ ما عندها حتى شي، ما عندها هي زعما في الحقيقه خاص اي وحده دير ليكرون قبل ما تخرج كل ساعتين، ولكن الميكروبلايدينغ داك راه كاين غير في الحجبان. الميكرونيدلينغ اللي خاصها ديرو في وجهها ضروري الميكرونيدلينغ، اما الميكروبلايدينغ ماشي مشكل. ولالا وجدان، الا كان ممكن تقربينا اكثر من التقنيات اجدد التقنيات اللي كاينه في المجال ديال العنايه بالبشره. دابا انت عارفه راه كل شيء ولا همو والهاجس ديالو ما بقيتناش كندويو غير على النساء، وانما حتى الرجال ولاو كيهتموا بالبشره ديالهم. فشنو اخر التقنيات اللي كاينه؟ كاين الميكرو نيدلينغ، كاين البلازما بين، هما اللي زعما جداد. مثلا نهضر لك على الميكرونيدلينغ. الميكرونيدلينغ كيديرو هو زعما كيعالج بزاف لابو، زوين بزاف لابو، كيعالج الناس اللي عندهم الحبوب، الناس اللي عندهم لي غيد، كتهرب من لانجيكسيون كتقول اللهم نمشي ندير الميكرونيدلينغ. ولكن ملي كيكونوا غير دي غيدول، ملي شي وحده كتمشي حتى كيتحفروا ليها لي غيد وتبغي دير الميكرونيدلينغ ما غاديش يعطيها واحد لو ريزولطا اللي هو كتسناه. وعاوتاني بالنسبه للناس اللي كيكون لابو ديالهم ساحبه، حيت هو كيستيمينا الكولاجين في لابو، يعني كيحاول انه كيعاود يدير لنا الكولاجين، كنوهموا المخ ان لابو راه تجرحات، كومسا كيعاود يجدد لنا هذاك الكولاجين، كيعطينا واحد ليكلا اللي هو زوين في لابو وكيبقى لنا شويه. وكاينه تقنيه اخرى اللي كتكون فيها تنظيف وحتى الترطيب ديال البشره والتقشير، فهاد تقرب من اكثر من هاد التقنيه. هاد التقنيه هي ليدغا فاسيال.
هاد لي غافاسيال هو اللي كنخدموه بديز اسيد، ماشي بحال لو سموا بروفيسيونيل اللي عارفينو الناس في ان غوماج ماسك نيتواياج وصافي. لا، هذا لي غافاسيال فين كنخدموه بديز اسيد، كنخدموه بلاسيد لاكتيك اللي هو كينقينا لا بو من الداخل، وكنخدموه بلاسيد ساليسيليك اللي هو كيحاول حتى هو كيعطينا شويه ديال الاشراقه، ولاسيد الايورونيك هذاك هو اللي كيعيد غطينا لا بو مزيان وكيعطينا لك لا بحال هو كيعاود يستيمول الكولاجين في لا بو. وكنخدموها في الاول كنديروا ام بيلينغ سيك اللي هو كنقشروا به غير هذيك لا بو مو، يعني هو ماشي ام بيلينغ لي 100%. الميكرونيدلينغ اللي هدويت لك عليه هو اللي 100% كيقشر لا بو، حتى مورا لو تريتمون لا بو كتبقى كتقشر، يعني هذيك لا بو مورت كامله، هذوك لي بروبليم اللي عندنا في لا بو كلهم كيمشيو. هذوك كيكونوا دي سيونس كنخدموا من 4 حتى ل 6 سيونس على حسب لي بروبليم. باغ كونتر لي دغاف فاسيال هذاك لا كنديروا غير اون سيونس، كديروا كيشوف لو ريزولطا ديالها، ديجا كيبان لها لو ريزولطا سور لو شان، كتخرج لابو ديالها نقيه. حتى الناس اللي عندهم لاكني حتى هما كنديروا لهم لي دغاف فاسيال، حيت هو كينقص لينا دوك لو سيبوم من لابو، ما كتبقاش هذيك ليكسفوليون بزاف، كوم سا دوك الحبوبات كيتنقصوا. بالنسبه للاسعار رجعوا عاوتاني للاسعار، لان كاع المشاهدين ديالنا يكون اول حاجه تطيح لهم في البال هي شنو السعر ديال هذا الشيء. لي دغا فاسيال كيبدا من 400 درهم حتى 600، هذا هو لو بري نورمال ديالو. داكوغ. في الاخير غنطرقوا لواحد الموضوع اللي دابا مؤخرا العيادات والمراكز ديال التجميل ولينا كنشوفوها بارتو، ولينا واحد الناس بزاف ولاو كيتشكاو، كنلقاو شكاوي بان راه انا مشيت لهاد السونتر فلان وقع لي مشكل فلان فلاني، لدرجه بان المشكل ديال المراكز ديال التجميل والانتشار ديالها وصل حتى لقبه البرلمان. ف لانه نادوا الاطباء ديال التجميل وقال لك بان هاد المراكز ولا كتسبب لينا كتجبد لينا الصداع مع لي كليون، ولا كيخافوا الناس بانهم يجيو عندك المراكز التجميل باش نشيلوا الناس وباش نقربوا الناس. انت ديجا متكونه في هذا المجال، ماشي غير حليتي المركز ديالك هكاك. قدر العافاك الا كان ممكن شنو نصيحتك للناس قبل ما تمشي لمركز التجميل، شنو خاصها، شنو المعايير اللي خاصها تكون متوفره في المركز قبل ما تمشي ليه؟ من الاحسن كما كنقولوا عند رخصو كتخلي نصو. باغ اكزومبل في الميكرو بلادين كما قلت لك، مثلا كتشوفي واحد لو سونتر اللي داير غير 300 درهم كتمشي عنده كنت ما عارفاش داك لو برودوي اللي كيخدم به راه انه راه ما مزيانش، راه ديك الساعه غير عجبك الحال وغتخرجي عجبك لا فورم وداكشي، ولكن من بعد ملي غيبقاو لك حجبان كدرين الله حمرين راه كتبقى لك افي ما غاديش يتحيد. باغ كونتر ملي كيكون لو بيغمون مزيان راه من مورا 8 موا ولا 12 موا كيمشي داك لو بيغمون كيرجع لك حجبانك ناتشورال بحال ما فيهم حتى شي حاجه. وعاوتاني حساب لي دغا فاسيون حيتاش ميمكنش، حيت كنخدمو بديزاستيد، ليزاستيد لو بري ديالهم سي شير، ميمكنش انك تاخدي لاستيد اللي هو دون بون كاليتي وغادي تخدميه. انا كنشوف في انستغرام وهذا كنشوف اني شي واحد ديال ديسونتر اللي دايرين لي دغا فاسيون ب 200 درهم، كتجيني انا ماشي لوجيك، ميمكنش انني غادي نمشي. اولا شحال من كليونت كتقول لي انا جيت درت لي دغا فاسيون عندكم ومشيت لبلاصه وحده اخرى ودارت لي غير غوماج وهذا ما دارتش لي هاد لي دغا فاسيون، كنقول انا مدام هذا هو لي دغا فاسيون، ولا قلبتي سيغ انترنيت غتلقى هذا هو لي دغا فاسيون، هذاك دارت لك شي حاجه اخرى لي جو بونس با. شنو وشنو هما المشاكل اللي ممكن انه يصاحبوا هذا الاستعمال ديال هاد المواد اللي كتكون ممكن انها تكون يعني خطره على البشره تسبب مشاكل؟ شنو ذكرينا بشي مشاكل اللي انت ديجا سامعه بها؟ تقدر دير لك الغوزاسي، انت كتمشي غادا غير باش ديري ان سوان تقدر تجيبي مع الغوزاسي، تقدر تجيبي شي اليرجي اللي يبقى فيك دائما، تقدر تجيبي اون طاش اللي من بعد بقيت تخاطي فيها، تقدر دير لك لاكني حيت لو برودوي ديجا سورتو لا بو الفيزاج اني لا بو ديالها تري سنسيبل، ملي غديري ان برودوي اللي هو ماشي هذاك راه سي نورمال غديري شي حاجه اللي ديري شي روينه في وجهك. شنو نصيحتك الاخيره للمشاهدين؟ كنصحهم انهم يشوفوا المصداقيه ديال لو سونتر قبل ما تمشي، تشوفوا لو روتور ديال سيغ انستغرام وهذا راه زعما كتقراي لي كومونتير وهذا عاد تمشي لهداك لو سونتر وتشوفي البرودوي راه عيطي سولي شنو البرودوي اللي كتخدموا به، يعني ملي غتعرفي لا مارك من الاحسن انك تدخلي تقلبي عليها عاد تحطي في وجهك. شكرا لك لالا وجدان ولانك استقبلتينا في المركز ديالك، وكان هذا هو لقائنا مشاهدينا، على امل لقائكم في لقاء جديد مع ضيف جديد ان شاء الله وفي موضوع جديد. بسلام عليكم.